السلام عليكم وحياكم الله. كيكة المريندا، كيكة ذكريات الطفولة، سهلة ولذيذة. يلا نسويها مع بعض. يلا سعود بيساعدني بهذا الكيكة. ليش؟ لأن فيها مريندا. يلا حط بيضتين. لا كذا امسك بيدك عشان يبين مع التصوير. لا اترك هذه باليسار عشان ما تخرب علي تصويري. ايوه يلا حطها بالخلاط. بيضتين، ممتاز. نص كوب سكر، نص كوب حليب بودر، ونص كوب زيت. شوي شوي حبيبي. وفانيلا ملعقة صغيرة، والمريندا. كله. شكرا. نايس. الحين بنخل كوبين دقيق، حطهم شوي شوي حبيبي، مع ملعقة كبيرة بيكنج بودر. خلاص حط لهم. سعود هذه كيكة الطفولة، كنا ناكلها يوم من الصغار، يعني فيها ذكريات الطفولة. ودي يعرف شعورك كنت تاكل الكيكة. إن شاء الله إذا خلصت بتجربها وبتذوقها بتتذكر أو بتحس بشعورنا بإذن الله. طبعا دائما بالكيك مشغل الفرن قبل لا أبدأ الوصفة كلها. نصب هذه هي كيكة الميرندا. شوفي تبارك الرحمن، طرية تهبل وريحتها شهية.